أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا. ولما نتكلم عن واحدة من ولاية السودان أو لما نزور واحدة من ولايات السودان بنكون حريصين نشوف أبرز المعالم، أهم الملامح الجميلة من الحاجات اللي عندهم وما موجودة في ولاية تانية. ولما تمشي من ولاية لولاية بتكون حريص إنك تشوف شنو العادات والتقاليد الموجودة عندهم، شنو الأكلات المميزة عندهم. وكل إنسان فينا لما يقول له يا أخي عندك مأمورية أو سفرة لولاية معينة بيكون حابي ويكون عنده شغف يمشي الأول مرة عشان ما يشوف، لكن إذا مشيت مرارا وتكرارا بتكون عارف إنه أنت مداخلك من وين وبتطلع تمشي وين وبتمشي الولاية وأنت عارف إنه أنت عايز فيها شنو. لكن نحن من خلال بلدنا حلوة في صباح الشروق الآن حنمشي نحن وإنتوا لوحدة من الولايات الجميلة والمناطق الأجمل بإبهارة للإنسان من جباله وطبيعتها الخلابة. كادوغلي واحدة من المحطات اللي ممكن أي إنسان مشى كادوغلي ما بنساها، لكن خلونا عبر كاميرا الشروق ننتقل مع بعض ونشوف كادوغلي اليوم بعين الكاميرا. تابعونا. أخذنا في نهاية يوم طويل ورقة تتهادى مودعة، أخذنا إلى أطراف المدينة إلى حجر المكة، ولربما عراقة الحي رشحته أن يكون متكئا لنا في أنس الجبنة هذه. كل شيء استثنائي، الفولكلور المنسق بعناية، وتجهيزات الجبنة التي تتصدر جلسات البداية وتسبق توافد القادمين. الوقوف على أطراف المعرفة هنا مخبأ علينا، تسرقه التفاصيل، فالجبنة في السودان عريقة وقديمة، عرفت منذ زمن بعيد بطقوسها وتبعاتها، ولعل أهل الشرق يتميزون على سائر أهل السودان بحبهم للجبنة، إلا أن أبعادا أخرى أخذت تضاف لمجموعات الجبنة هنا وتتداخل مع هموم الناس. فبالإضافة للبعد الاجتماعي هناك البعد الثقافي والاقتصادي وإن شئت فقل السياسي. تبدو الصورة مكتملة وكأنك في مناسبة فرح، أزياء النساء المزركشة الزاهية وترتيبات المكان المعد حتى الضيافة المقدمة للضيوف الوافدين هي من المأكولات الشعبية المحلية، وكأن جلسات الجبن هذه تتنكر وتستنكر كل مستحدث ووافد إلا ما ارتبط هنا بالأرض والإنسان. وقبل الجبنات دي يعني كان زمان الناس بعمرها جلسات، يعني أي يوم بيقوم بيختار لهم بيمشوا بقنوا بالطبيعة. لما جلهال اتغيرت وتنظمت بقت جلسات حق البنات وفيها الأشياء التراثية كلها، ونحن بنعتبرها برضو دي محسنات دخلت في العصر الحديث، ونتمنى أن الناس تحافظ عليه، لأنه نحن إذا جلسنا في الجبنة بنتفكر في حاجات كثيرة وبكون عندنا رضغ نسيج اجتماعي قوي. يعني احنا هسي بكل مختلف بمختلف سحناتنا والواننا وبنجتمع في الجبنات وبنتناقش، وبتكون برضو عندنا بعض مره يعني صناديق صغيره في الجلسات بنعملها ليه للتكافل الاجتماعي عشان يربطنا اكثر، واذا حصلت اي مشكله احنا ما بنرجع نقول فلانة ما جابت، لكن بنشيل من حقنا وبندي اجل المحل اللي احنا نسيت فيها الثغره حقت المره ان شاء الله. حرم صاحبه الدار هي رئيسه المجموعه
تدير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على حلحلة مشاكل أعضائها، وتعمل أيضا على تفعيل الغناء والاهتمام بالتراث، وذلك مقصد جديد للمحافظة على علاقة الحياة هنا وإبقاؤها تحكي عن تجذر القيم وقابلية الأشياء للمقاومة والبقاء. لعل مجتمعات المرأة هنا لها خصوصيتها في التعبير عن أشيائها وقيادة المجتمع في حالاته السياسية، فمكنون الثقافة معبرا عن أحلام الواقع، وتتحدث عن الانتماء والفكرة، مطورة لدور الحكام التي كانت تقود المجتمعات الريفية في حالة السلم والحرب. عادت هذه المشاهد فكرا على ربات البيوت بالمسمى القديم، ولا النساء الطاعنات في السن، ولكن مجتمع الجبنة هنا أخذ يجذب إليه الفتيات وصغار السن، يجدن هوى أيضا للاستماع والاستمتاع بالغناء وتعلم الحرف اليدوية وخدمة الضيوف. هكذا لكل واحدة دور تستمتع به قبل أن تؤديه للآخرين. تنطوي هنا ذكريات لأحاديث وطرب أصيل تغن أجراسه في مسامعنا، وإن تباعدت خطانا نبل في الكرامة، وإن غشى طائف من ألق، وهو كم هو عالم جميل.